مجلس النواب يتسلم أسماء مرشحي الوزارات السبع الشاغرة بحكومة الكاظمي، والسبت المقبل موعد التصويت على تمريرها. صالح يشدد على إجراء إصلاحات مالية دون التأثير على محدود الدخل، ودعوات للاعتماد على الموارد الداخلية في دعم الموازنة. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 672 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 15 وفاة وأكثر من 670 إصابة جديدة بكورونا، واستمرار خرق الإجراءات الوقائية بالعديد من مناطق العاصمة. بعملية عسكرية نوعية قتل 19 عنصرا من داعش الإرهابي بقضاء مخمور، والقبض على إرهابيين اثنين بقضاء الفلوجة. من العراقية الإخبارية هذه نشرة الأنباء، حياكم الله. تسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الوزارات السبع الشاغرة. المستشار الإعلامي لرئيس المجلس شاكر حامد أوضح أن البرلمان أشعر بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمل أسماء المرشحين للوزارات المتبقية، وأن سيارهم الذاتية ستصل خلال اليومين المقبلين، مرجحا التصويت على منحهم الثقة الأسبوع المقبل. الأسماء المرشحة للاستئزار في الوزارات السبع المتبقية بحكومة الكاظمي تصل إلى مجلس النواب. مصادر نيابية تؤكد اطلاع الكتل على الأسماء المرشحة لهذه الوزارات لتكون جلسة السبت البرلمانية على موعد لعرض هذه الأسماء من أجل منحها الثقة. نواب أكدوا أن بعض الأسماء المرشحة للتوزير ما زال الخلاف يدور بخصوصها لأسباب منها ما يتعلق بمدى مقبولية المرشح لدى أعضاء المجلس النيابي، وأخرى تتعلق بقدرته على إدارة ملف في الوزارة. أما التسريبات النيابية لخريطة الأسماء المرشحة فتؤكد أن وزارة الخارجية حسمت لصالح شخصية سياسية شغلت منصبا وزاريا في الحكومة السابقة ومن المكون السياسي الكردي الذي احتفظ أيضا بوزارة العدل، فيما ذهبت وزارة الهجرة والمهجرين إلى شخصية نسائية. أما وزارة النفط فإن المرشح لها كان قد تم طرح اسمه سابقا على أنه مرشح لهذه الوزارة. السبت القادم سيتم التصويت على إكمال حكومة السيد الكاظمي. الأسماء وصلت إلى الكتل السياسية وإلى مجلس النواب، والمجلس هو المعني بالتصويت، يعني بالقبول أو الرفض. بعض الوزراء حقيقة يوجد عليهم خلاف بعض الأسماء من قبل السادة النواب، من منهم عليه شبهات فساد أو منهم عليه غير، يعني لا توجد لديه مقبولية داخل مجلس النواب. بينما تحدث نواب عن معطياتهم بخصوص ملف استكمال الوزارة ليؤكدوا على أن 5 من هذه الأسماء المرشحة للاستئزار حسمت خلال المشاورات بين الكاظمي والكتل النيابية عدا وزارة النفط التي ما زالت المباحثات جارية بشأنها، إذ يوجد مرشحان لها فيما يتنافس على الثقافة مرشح من المكون السياسي التركماني وشخصية أخرى من خارج المكون. الحديث النيابي أكد أهمية حسم هذا الملف لوجود وزارات سيادية مهمة تعمل على رسم معالم السياسة الخارجية، وأخرى تعمل على رسم سياسات اقتصادية في البلاد. كل وزارة مرشح لها واحد، ما عدا الآن مرشحين لوزارة النفط ولم تحسم لحد الآن، يعني مرشحين، واحتمال المرشحين ينعرضون أو ينعرض واحد بعد واحد. وكذلك وزارة الآثار، وزارة الثقافة الآن بين حقيقة بين أن يكون وزير تركماني أو وزير غير تركماني. أوساط سياسية أكدت على أن جلسة السبت البرلمانية ستشهد استكمال الوزارات المتبقية بحكومة الكاظمي. آثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد.
اللجنة القانونية في مجلس النواب تناقش النسخة النهائية لقانون الانتخابات الجديد المصوت عليه نيابيا. أبرز مقررات القانون الجديد اعتماده التحول من التمثيل النسبي إلى الفردي فضلا عن اعتماده الدوائر الانتخابية. الدعوة التي وجهها المجلس النيابي لقادة الكتل السياسية فضلا عن اللجنة القانونية للاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون الانتخابات بدت الحدث الأبرز، خصوصا وأنه يعتمد التحول من التمثيل النسبي إلى الفردي واعتماد الأغلبية في احتساب الأصوات. جرى تغيير من النظام النسبي إلى النظام الفردي، والتغيير من قانون المحافظة دائرة واحدة إلى أن المحافظة متعددة الدوائر، لكن الجداول لم يتم تقسيم المحافظة إلى عدد من الدوائر. الآن بعد استئناف جلسات مجلس النواب سيتم الحوار والعمل ورش عمل لغرض تحديد عدد الدوائر لكل محافظة. وبرؤية موضوعية فإن عدد المقاعد 329 مقعدا ستقسم إلى 240 مقعد بدوائر انتخابية لكافة المحافظات و80 مقعدا للنساء، فضلا عن 9 مقاعد لكوتا المكونات بدوائر متعددة على مستوى المحافظة الواحدة. اليوم هاي المنطقة ناحية معينة بها المكونات جميعا من حقهم أن يختارون شخصية إذا كان من المكون السني أو من المكون الشيعي، اليوم هذا يمثل هذه الناحية. زين، من يعمل لهذه الناحية أعتقد، أو للرقعة الجغرافية اللي هو متواجد بها أعتقد راح يغيب قضية المكونات وتغيب هذه الأمور، بالتالي راح يظهر لنا شخصية يمثل المجتمع اللي انتخبوه تمثيل حقيقي في مجلس النواب. وتكون الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية ودون الإشارة إلى عدد الناخبين، وهو معيار ثابت غير قابل للطعن، بمفوضية يقودها قضاة مستقلون وقانون جديد يتماشى مع الواقع الديمقراطي الذي أنتجته المرحلة الراهنة. قانون الانتخابات يعود إلى الواجهة من جديد بكافة تفاصيله، ولكن هذه المرة داخل أروقة مجلس النواب، خصوصا وأنه من أولويات البرنامج الحكومي، فضلا عن أنه واحد من المطالب المهمة للحراكات الشعبية. من مجلس النواب ببغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية. معنا من داخل الاستوديو المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيدة جمانة الغلاي. أهلا بك ست جمانة معنا في هذه النشرة. يعني نبدأ الحديث عن موضوع، يعني عدة أشهر مرت على قانون تمرير، يعني إقرار قانون الانتخابات، وما يزال موضوع التصويت عليه قائما. يعني اليوم عملكم بالضبط في مفوضية الانتخابات ما هو بالضبط؟ طبعا شكرا أول مرة، السلام عليكم، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة من قناة العراقية خاصة الإخبارية. ما يخص مفوضية الانتخابات في قانون الانتخابات اللي هو يعني حاليا يمكن أكو نقاش موجود في مجلس النواب، ما يخصنا احنا ننتظر القانون، احنا مفوضية ننتظر القانون، إصدار القانون والمصادقة عليه ونشره في الواقع العراقية. طبعا الانتظار للقانون أقر، لكن الملاحق هل تم إقرارها؟ الدوائر الانتخابية هل تم إقرار هذه الدوائر الانتخابية؟ فحينها سيكون لمجلس المفوضين الجديد المشكل وفق القانون 31 لسنة 2019 أكيد قول، لكن بعد إقرار القانون والملاحق لتثبيت الدوائر الانتخابية طيب، فيكون لها قول آخر. بماذا يتمثل القول سيد جمانة؟ نعم. بل العلاقة، علاقة المفوضية بمناقشات البرلمان بخصوص نعم. القانون لا علاقة لها. نعم. شغلكم فني، يوصل القانون وعلى ضوء القانون تشتغلون. نشتغل. لكن بماذا يتمثل القول، قول المفوضية عندما يصل الملحق إلى المفوضية؟ عندما يصل الملحق وتقر الدوائر الانتخابية، بعدها سيحدد مجلس المفوضين المدة التي سيحتاجها لعمل هذه الانتخابات. احنا متوقفين على إقرار القانون، وعلى أهمها هي الملاحق التي تقر الدوائر الانتخابية. إذا عرفنا عدد الدوائر الانتخابية بعدها سنعرف كم نحتاج من المدة لإنجاز هذه الانتخابات. طيب. إذن الموقف يعتمد على إقرار القانون والمصادقة والنشر في الواقع العراقية. الملاحق طيب. طبعا أستاذ. طيب، لكن دائما ما تتحدثون عن سقوف زمنية محددة حتى تمضي المفوضية بكل إجراءاتها، هل إذا ما طال نعم. انتظار الملحق من مجلس النواب
هل هناك سقف زمني أمام المفوضية حتى تتحدث به عن إتمام العملية الانتخابية؟ أبدا أستاذ، إذا ما يقر القانون وما تقر الدوائر الانتخابية وتكمل هذه الملاحق بدوائرها الانتخابية ليس للمفوضية أي قول، لأنه عمل المفوضية متوقف على هذه الملاحق. لأنه تعرف أن عمل المفوضية يحتاج إلى يعني مدة، إحنا عندنا مرحلة تحديث سجل للناخبين، عندنا مرحلة تسجيل للناخبين، عندنا عرض السجل للناخبين، عندنا مرحلة توزيع بطاقة الناخب، عندنا يعني مراحل كثيرة في العملية الانتخابية. فكل هذا العمل متوقف على إقرار القانون والملاحق والمصادقة عليه في رئاسة الجمهورية، وبالتالي نشره في جريدة الوقائع العراقية، وحينها أكيد سيكون لنا لقاء آخر عند تحديد موعد للانتخابات. طيب. طبعا أكيد بالمناقشة مع رئاسة الوزراء بعد هذه المراحل كلها التي ذكرتها، وأيضا في موضوع السقف الزمني. نعم. الذي ذكره الزميل نجاح، يعني هل هنالك مشكلات ترافق هذا الأمر فيما بعد؟ ما هي المشكلات التي يمكن ترافق هذا الموضوع التي تطرأ على الأمر؟ نعم تمام. مجلس المفوضين المشكل وفق القانون 31 لسنة 2019 الذين هم من القضاة التسعة، طبعا سبعة من القضاة، اثنان منهم من إقليم كردستان واثنان منهم مستشارين من مجلس شورى الدولة، بدأوا بالعمل في المفوضية. وانتم تعرفين المفوضية تقريبا يعني تطبيقا للقانون، مثلا المادة 25 الفقرة رابعا التي أقالت إعفاء رؤساء الأقسام ومدراء الشعب من مناصبهم. هذا بالتالي وضعت آلية لإعادة تسلم المناصب في المفوضية، ونحن نرى الحديث أكيد موجود في هذا القبيل. يعني تطبيق المادة 25 الفقرة الرابعة، يعفى رؤساء الأقسام العفو ومدراء الشعب من مناصبهم. نعم. هذا موضوع وضعت المفوضية عليه آلية لتوزيع هذه المناصب على الموظفين الذين هم كفء والذين هم يثبتون استقلاليتهم. على خلفية ماذا تم يعني نعم تغيير هؤلاء المدراء؟ لا هذا قانون أستاذ. طيب لا احنا نتحدث جزء من عندهم يتعلق بالتزوير الانتخابات السابقة. طالت اتهامات للمفوضية من قبل كتل. نعم. سياسية تتعلق بهذا الموضوع. نعم، تمام. البعض يتحدث عن تعيين مدراء المكاتب من قبل الكتل السياسية وفق مقاسات معينة. سجمانة. نعم. أستاذ صحيح، لكن القانون يقول إعفاء رؤساء الأقسام ومدراء الشعب، ونقل أيضا المدراء العامين المثبتين والمكلفين خارج المفوضية. وتقريبا هذا القانون قال يعني نقل تقريبا 39 مدير عام. هذا وفق القانون. وفق القانون. وفق الحديث المتداول عن تزوير الانتخابات السابقة. استنى بس اسمحي. وفق الآلية الجديدة، المفوضية الجديدة وضعت آلية لتسنم المناصب تعتمد على التحصيل الدراسي، على الخبرة الإدارية والفنية الانتخابية، على كفاءتهم، على سلوكهم الوظيفي، بالإضافة إلى توقيع تعهد باستقلاليتهم وعدم انتمائهم لأي جهات سياسية، وهم تحت الاختبار لمدة 3 أشهر. إذا ثبت عليهم عدم يعني إذا ثبت عليهم عكس ذلك أو عكس التعهد الذي وقعوه بإشراف رئيسهم المباشر، سوف يكون هناك إجراءات قانونية حول هذا الموضوع. طيب. فهم تحت الاختبار لمدة 3 أشهر لثبات النزاهة، لثبات الأمانة، لثبات الاستقلالية، لثبات الإخلاص، لثبات الإمكانية. استمارة توزيع المناصب كانت على التحصيل الدراسي، على الخدمة، على طيب. الخبرة، على السلوك الوظيفي. واضح ست جمانة. لكن أيضا حتى الحديث المتداول، الحديث السياسي فيما يتعلق بتعيين مدراء المكاتب، يعني كان هناك رد واضح من المفوضية أنه هذا الموضوع خاضع لأجندات سياسية. لكن هل تم تغيير مدراء مكاتب وفق ما تم الحديث بشأنه بأن الانتخابات السابقة تم تزويرها وهناك اتهامات لعدد من مدراء المكاتب؟ تمام. أنا المتحدث الرسمية عن هذا المجلس، المجلس الحالي، ليس عن المجلس السابق ولا الأسبق، أنا أتحدث عن المجلس الحالي. المجلس الحالي لا يزكي أي من تنصب هذه المناصب. أي شخص تسنم المناصب الوظيفية لا تزكي أي شخص، أي موظف استلم هذه المناصب، لكن أعمالهم واستقلاليتهم وثبوت تعهدهم بعدم انتمائهم لأي جهات سياسية هي الفيصل في هذا الموضوع، وهذا سوف يكون خلال 3 أشهر للتيقن من الأمانة. طيب. والاستقلالية. يعني في سؤال أخير لك سيد جمانة، يعني اليوم البرنامج الحكومي يتحدث عن انتخابات مبكرة في ظل هذه الظروف التي تعصف بالبلاد، هل نستطيع القول أنه هنالك انتخابات ستجرى؟ والله ست ما أقدر أقول لك إذا ما يقر القانون والملاحق، لأن هذا الموضوع متوقف على الملاحق. يعني أنا ما ممكن هسه أنا ممكن أقول يلا باكر نسوي انتخابات، هل هذا معقول؟ بعد شهر أسوي انتخابات، هل هذا معقول؟
يعني هذا كلام هواء في شبك. إذا لم يقر القانون ولم تكتمل الملاحق ونعرف عدد الدوائر الانتخابية، ليس بمقدور المفوضية أن تحدد موعد أبداً. إذن كنت معنا المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيدة جمانة الغلائي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضرورة أن لا تؤثر المعالجات الاقتصادية على ذوي الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين. صالح أشار خلال استقباله وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أشار إلى أهمية إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد، مشددا أيضا على وجوب حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقا للدستور والأطر القانونية. وفي لقاء منفصل أكد رئيس الجمهورية خلال استقباله محافظ البنك المركزي علي العلاق على ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين. أبرز المقترحات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الاستقطاعات لترشيد الإنفاق الحكومي يجملها لنا الزميل غيث طلال في هذا التقرير. أحد عشر مليون دينار عراقي مع المخصصات هو الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس البرلمان ونائبيه، 8 ملايين دينار لكل من الوزير والنائب. وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرون العامون والمحافظون ومن هم بدرجتهم سيتقاضون 6 ملايين دينار. الأرقام هذه أرسلت كمقترح حكومي إلى البرلمان لتصويت عليها بغية شمول توصيفات أعلى بالاستقطاعات لترشيد الإنفاق بنحو 3 تريليونات دينار سنوية. وإذا ما وصفنا بشكل أدق ستكون 55 مليون دينار للرئاسات الثلاث شهرية، 2,808,000 دينار ل229 نائبا و22 وزيرا شهريا، 3,090,000,000 دينار شهريا ل50 وكيل وزارة وقرابة 50 درجة خاصة، 400 مدير عام و23 رئيس هيئة مستقلة و15 محافظا عدا اقليم كردستان العراق. إجمالي المرتبات تلك يصل إلى 71,436,000,000 دينار سنوية، وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة فإنها تشكل قرابة 10% من إجمالي المرتبات التي تدفع للقطاع العام وتصل شهريا إلى 5,700,000,000,000 دينار، يضاف إليها 2,000,000,000,000 نفقات حاكمة. الاقتراض الخارجي لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد أمر حذرت منه أغلب الكتل السياسية، لا سيما أنه ذو نتائج سلبية على المجتمع على المنظور البعيد، في حين أكدت تلك الجهات ضرورة اعتماد الموارد الداخلية في دعم الموازنة. أعباء إثقال كاهل الدولة بديون إضافية على اقتصاد البلاد مستقبلا حذر منها مختصون، سيما وإن حجم الديون التي بذمة العراق تقدر بنحو 68 مليار دولار تنقسم إلى 40 مليار كديون داخلية والبقية لمؤسسات دولية وبلدان شقيقة وصديقة. من نقترض من القطاع من البنوك الأجنبية أكو تداعيات سلبية راح تصير عليها، راح يكبلون البلد أو الاقتصاد العراقي بديون وفوائد عالية، وبالتالي راح يدفع العراق فاتورة كبيرة بالنتيجة النهائية. مع ذلك مع فرض شروط مجحفة بحق العراق حتى أحيانا تستغل سياسيا. الضائقة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية دفعت الجهات المختصة للبحث عن معالجات وحلول لتغطية العجز الحاصل في الواردات المالية للدولة، كالاقتراض المحلي من المصارف الأهلية والحكومية والخارجي من البنك الدولي وجهات أخرى.
الاقتراض الداخلي له منافع جدا كثيرة، يعني بالنسبة للسندات وأيضا الاقتراض المالي للبنوك وللخزانة. الأرباح الفوائد تكون للداخل، يعني هذه الأموال ما تكون الفوائد إلها للبنوك الخارجية العالمية اللي تفرض جباية كبيرة فوائد كبيرة. فإحنا أكيد نفضل الاقتراض الداخلي، يشجع الاقتصاد ويسحب السيولة من الشارع العراقي. مصادر في اللجنة النيابية المالية أكدت أنه في حال بقاء الأزمة لثلاثة أو أربعة أشهر فسيتم الاكتفاء بالاقتراض الداخلي، أما في حال استمرار الأزمة حتى نهاية العام الجاري فإن البلاد ستضطر إلى الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي أو جهات دائنة أخرى. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن مشاهدينا الكرام، الآن للحديث أكثر عن الأزمة المالية معنا من داخل الاستوديو الخبير الاقتصادي ماجد الصوري. أهلا بك أستاذ ماجد معنا في هذه النشرة. يعني اليوم أغلب الكتل السياسية تحدثت عن هنالك يعني مشكلات سلبية ترافق الاقتراض الخارجي في يعني لمواجهة الأزمة المالية. ما هي المشكلات هذه السلبية التي ترافق هذا الموضوع الاقتراض الخارجي؟ هي أولا قبل كل شيء هي الكتل السياسية هي أسباب الأزمة. خلي هذه نفهمها من البداية، لأنه تدخلهم في مسائل الاقتصادية كان باستمرار تدخل غير صحيح. ولذلك نشوف أن النفقات الاستهلاكية بالذات النفقات التشغيلية كلها هي الأساس في الاستيلاء على الأموال الموازنة. المشكلة الأساسية اللي مطروحة هي أن العراق يمر بأزمات كثيرة جدا. أزمة أنه ورث مورث أي شيء بالموازنة، الموازنة كانت فارغة، الميزانية كانت فارغة. الأزمة الأخرى هو التضخم الكبير جدا بالنفقات التشغيلية والتضخم الكبير بالجهاز الإداري، وفي نفس الوقت اجت الأزمة الأكبر اللي هي انخفاض أسعار النفط بسبب الخلافات اللي موجودة بين الدول الكبرى، وفي نفس الوقت اجت أزمة كورونا. طيب. فلذلك هناك قضايا كثيرة، ونفس الوقت الاضطرابات الاجتماعية اللي موجودة في العراق اللي هي الاحتجاجات الكثيرة، هذه كلها تؤدت إلى نشوء هذه الأزمة. بس الأزمة الأساسية، سبب الأزمة الأساسية هو عدم وجود سياسة مالية رشيدة للجمهورية العراقية ومن قبل السلطات التنفيذية من عام 2003 لحد الآن. ولذلك هناك أموال كثيرة جدا دخلت العراق من النفط فقط، 970 مليار دولار، هاي دائما أكررها، لغاية نهاية شهر نيسان 2020 دخلت أكثر من 970 مليار دولار من النفط وحده. سمعنا أنه مجموع ما دخل العراق من الموارد بحدود 1256 مليار دولار. فهذه المسألة اللي مطروحة انه هذه المفروض كان تصير بها تنميه كبيره جدا، بس احنا ايش عملنا؟ طيب عملنا انه زدنا الطلب عن طريق زياده النفقات التشغيليه، التوسع في النفق في الرواتب، التوسع في الاجور، التوسع في التوظيف، فزدنا الطلب على السلع والخدمات. السلع والخدمات انتاج ما موجود، قضينا على الانتاج المحلي، بدأنا نستورد، ولذلك زادت الاستيرادات الى درجه كبيره جدا، فالفاسدين بداوا يستفيدون من نوعين. طيب النفقه الاولى هي الرواتب والاجور والنفقات التشغيليه والاستثماريه، استفادوا من عده، وفي نفس الوقت استفادوا من الكميات الهائله للاستيرادات. طيب حتى نستثمر الوقت استاذ ماجد، اللي تفضلت به واقع حال أصبح، لكن نتحدث عن مخرجات جلسة الأربعاء، الحديث عن مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، تم قراءة أولى بانتظار قراءة ثانية ومن ثم التصويت، لكن كان هناك رفض قاطع من قبل اللجنة المالية بشأن عدم الاقتراض خارجيا، بالنتيجة تم التسليم بالأمر، يقول لك ما عندي يعني منين أجيب الاقتراض الخارجي، واحد من أوجه تجاوز هذه الأزمة، لكن ليش ما نقدر نفعل الاقتراض الداخلي؟ وين مضامينه؟ يعني وين ممكن أني أروح على الاقتراض الداخلي أستاذ ماجد؟ قبل ما أحكي عن الاقتراض، أن السبب الأساسي للأزمة المالية اللي موجودة هو التوسع في النفقات التشغيلية، وسبب نتيجة انخفاض أسعار النفط والواردات النفطية. لكن المسألة الأساسية، إحنا إحدى الوسائل
اللي نستطيع أن نخفف من الأزمة هو وجود الاقتراض. عندنا الاقتراض الداخلي بحدود 36 مليار دولار لحد الآن احنا مطلوبين، بعد أن كنا بحدود 52 تريليون دينار بالعام 2014 و15 و16. زين، نزل إلى بحدود 38 تريليون الآن. زين، 38 تريليون معناه أنه الإمكانيات الداخلية للاقتراض اللي هي من مصارف الحكومية والمصارف الأهلية تقريبا نشفت جفت. ليش أستاذ ماجد الحديث عن 46 تريليون دينار أصحاب رؤوس أموال داخل العراق؟ ليش ما نقترض من عندهم؟ هنا المسألة اللي موجودة. خلي بس أكمل الاقتراض الخارجي. الاقتراض الخارجي ممكن أن يصير لأنه الإمكانية موجودة من ناحية القدرة على من ناحية السماح بالاقتراض. كل ما موجود عندنا من الديون الخارجية هو بحدود 26.5 مليار دولار. فنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي مناسبة أن نقدر نقترض، لكن هل هناك إمكانية للاقتراض من الخارج في ظل هذه الظروف الاقتصادية الواسعة الكبيرة والعدم النمو الاقتصادي المستمر؟ شروط الاقتراض أنا أعتقد تكون كبيرة جدا، يعني عالية جدا. هو لحد الآن غير ثابت أنه لربما ممكن ما نحصل، ممكن ما نحصل، ممكن نحصل لكن بمبالغ بسيطة جدا. طيب، المسألة الاقتراض الداخلي، أكو إمكانية كبيرة جدا لموضوع الأموال المكتنزة لدى الجمهور العراقي، وهي أموال مكتنزة جوا السرير، جوا المخدة، أو بالقاصات. القاصات هي الأموال الكبيرة المكتنزة. هذه من الممكن إصدار سندات، ممكن تداولها في بين الجمهور والمصارف. هذه من الممكن أن تجذب لنا بحدود 15 إلى 20 تريليون دينار إذا ما تم، وإذا ما كان هناك ثقة كبيرة جدا بالحكومة العراقية. هو هنا السؤال. ولذلك الإجراءات الآن زين. الإجراءات الأساسية في الحصول على الثقة من الشعب العراقي للحكومة هي اللي ممكن تقول أنه من الممكن الاقتراض من الداخل. شنو اللي ممكن يسوي الحكومة حتى أصحاب رؤوس الأموال، طبعا بتقديرات البنك المركزي عندنا 46 تريليون دينار، شنو اللي ممكن تسوي الحكومة حتى يعني تشوف أنه أكو ثقة بين المواطن والحكومة في مسألة الاقتراض الداخلي؟ شنو اللي ممكن يسوي؟ الغرض من الاقتراض، الغرض من الاقتراض الآن هو لتوفير الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية. هذه المسألة الأساسية. بس أكو مسألة تنمية، احنا نريد استثمار. يعني احدى المقترحات اللي موجودة هو إنشاء مصرف تنموي، ممكن دمج كل هالمصارف التنموية المتخصصة اللي موجودة، العقاري، الصناعي، الزراعي، ممكن، وبرأس مال لا يقل عن 5 مليار دولار. لكن 5 مليار دولار ما تصير أموال، يعني ما تدفع نقدا وإنما تدفع كسندات. سندات ممكن تسهيلها عند الحاجة. هذه الأمور، هذا المصرف التنموي إذا ما أحسن استغلاله ممكن أن يجذب كل الأموال الموجودة في الداخل ويجذب أموال كثيرة جدا من الخارج. وممكن يعني طيب. الخمسة مليار ممكن أن تجذب من 20 إلى 50 مليار دولار استثمارات جديدة خلال فترة قليلة أو متوسطة. فلذلك المسألة اللي مطروحة هي الإدارة الرشيدة لأموال العراق. طيب، كنت معنا من داخل الاستوديو الخبير الاقتصادي الأستاذ ماجد الصوري، شكرا جزيلا لك. دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية إلى التدخل السريع لإطلاق رواتب المعينين الجدد، جاء ذلك أثناء ترأسه اجتماعا لمديري تربية بغداد الستة، مطالبا بإيجاد حل سريع أسوة لما جرى للمعينين في محافظتي ميسان والبصرة. محافظ بغداد يعقد اجتماعا موسعا مع مدراء تربيات العاصمة لحسم أوضاع المعينين الجدد على ملاكات وزارة التربية والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن. احنا نطالب وزارة المالية الإسراع بإطلاق رواتبهم. أطلعوا السيد دولة رئيس الوزراء
اطلاق تدخل شخصيا لاطلاق رواتبهم، وهذه رواتب ليست انه يعني اضافه جديده، هؤلاء حذف واستحداث، يعني تخصيصاتهم الماليه موجوده وهم موجوده بكتبهم الرسميه يقولون انهم موجوده. ادعو اطلاق رواتبهم وانصافهم على الاقل، انه يعني هل المبلغ هذا يقدر يعينهم في هذه الايام؟ الان امام ظروف صعبه جدا، جائحه خطيره جدا. 6 أشهر مرت وهؤلاء الذين قدموا خدمة جليلة للتربية لم يستلموا رواتبهم إلى الآن. نحن نعلم أن هناك أزمة حقيقية في البلد، ربما في العالم كله، ولكن هؤلاء حقهم علينا وعليهم أن يأخذوا رواتبهم، وبالتأكيد الحكومة لا تعجز عن إيجاد حلول. 13,000 معين في بغداد لوحدها ما بين مدرس ومعلم وموظف تم تعيينهم على ملاك وزارة التربية ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لهم، إضافة إلى درجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية، ولا يزال مصير مرتباتهم مجهولا بسبب عدم إطلاقها من قبل وزارة المالية. نأمل من رأس الوزراء أن تتخذ إجراء سريع، ووزارة المالية بالذات إجراء سريع من أجل إحقاق وإنصاف هذه الشريحة التي خدمت العملية التربوية بأسرع وقت. نتضامن مع هؤلاء الذين يفترشون الطرقات من أجل رواتبهم في هذا الظرف الصعب، حقيقة هم يحتاجون إلى الأموال. من يعني احنا عندنا 2132 درجة وظيفية على مستوى بغداد، 13,000 درجة وظيفية، يعني 13,000 عائلة مدى تستلم رواتب. أغلب المتعينين الجدد كانوا أنهم محاضرين بالمجان لسنوات كثيرة، وبالتالي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من هذا المنبر الكريم؟ أنا أتمنى أن تكون استحقاقاتهم بالقريب العاجل، ومتأكد أن دولة رئيس الوزراء سيكون له صوت في هذا المجال، هذا اللي يلمون شهاداتنا. نحن نعيش معاناة المعتصمين أمام وزارة المالية لمدة 3 أيام، ونحن نتابع عن قرب هذه الأمور، وجادين بالمطالبة من وزارة المالية، وكذلك ندعو إلى التدخل السريع من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لإطلاق رواتبهم. وسبق لهؤلاء المعينين الجدد أن نظموا وقفات احتجاجية عدة، آخرها كان أمام مبنى وزارة المالية، مطالبين فيها المسؤولين بإنصافهم ورد الاعتبار لهم وحسم قضيتهم المعلقة منذ عدة أشهر. الحديث أكثر أو بالعودة إلى ملف الوزارات، معنا من داخل الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ طالب محمد كريم. أهلا بك أستاذ طالب معنا في هذه النشرة. نتحدث اليوم عن موضوع الخلافات السياسية. هذه الخلافات هل انتهت بوصول أسماء الوزارات الشاغرة إلى مجلس النواب؟ يعني بطبيعة الحال الموضوع ربما اليوم من الإعلام سربت الأسماء، وبالتالي طبعا باعتبار هنا الأيام القادمة سيتم مناقشة هذه الأسماء وتمريرها، لكنه ربما باللحظات الأولى أنا أقول ردة الفعل قد تكون تتوقف عند بعض الأسماء وليس كلها، باعتبار هناك أصبح كلام معين، وبالتالي على المؤسسات المعنية بهذا الموضوع إعادة تقييمات هذه الأسماء من خلال مسائلة والعدالة ومراجعة الشهادات اللي يحصل عليها الأستاذ، وبالتالي لابد أن نتوقف عند نقطة معينة، وهي ربما هي هذه السمة الغالبة على كل تشكيل الحكومات، هو يجب أن يكون توافق ما بين الكتل السياسية وما بين الحكومة العراقية في تقديم هذه الأسماء. ويبدو طبعا يبدو أنه الموضوع لازال هو اللي دا يحكم المسار السياسي، انه هذه الوزارات هي تنتمي لكتل سياسيه معينه ولا يمكن تجاوز هذه الكتل السياسيه الا بموافقه، يعني بمعنى انه يكون تقديم الاسماء من خلالهم بعد الفلتره وبالتالي حتى يمرر داخل قبه البرلمان. في نظره سريعه على الاسماء دكتور طالب، نشوف انه وزير الداخليه مثل ما هو السيد فؤاد حسين، وزير النفط نفس المرشح. قصدك الخارجية طبعا، وزير النفط السيد إحسان عبد الجبار نفس الاسم. المشكلة أنه مرشح وزارة الثقافة السيد حسن ناظم من ضمن 5 أسماء رفضوا من الفتح. تمام. السيد محمد كريم مرشح وزارة الزراعة سبق وأن سحب ترشيحه بسبب ما أسماه الضغوط السياسية، وأيضا الحديث عن يعني ملفات فساد تدور حول الاسم. معنى ذلك أنه لربما نفس السيناريو سيعاد ذات الرفض النيابي،
وهذا طبعا أنا ما أشرت إلى من خلال كلامي، وبالتالي أنا أعتقد طبعا ما احترامنا جل احترامنا لهذه الأسماء، والبعض منهم أصدقاء وفعلا يمتلكون الكفاءات العالية في إدارة هذه الوزارات، لكن تبقى هو المزاج السياسي وتبقى الاتفاقات التي تدور. ما ممكن اليوم شخصية سياسية أو يتسنم وزارة معينة يعني شلون نقول من الباب للباب، وبالتالي لابد أن يمر بهذه الموضوعات وهناك اتفاقات. هذا طبعا ما تعود عليه الشارع العراقي، لكن طبعا هذه تبقى معضلة، وهذه المعضلة ربما أيضا ستزيد من ثقل ونقمة الشارع على كل حكومة عراقية. واحدة من المهمات الأساسية التي يجب أن نعطي رسالة للشارع العراقي هو، لا أقول بالمطلق وإنما أقول بنسبة معينة، القضاء على المحاصصة الحزبية والسياسية. يعني أيضا ما نقدر في نفس الوقت أنه شخصية أنه رأسا نجيبها من مكان معين ويستلم، لأن هذا يحتاج إلى خبرة وإلى إدارة وإلى علاقات سياسية، يفهم حقيقة المزاج العراقي، يفهم موقع العراق، ثقل العراق، ما يمتلك العراق من أوراق يمكن يقدر يستطيع أن يقدمه ويستثمره. وبالتالي طبعا الموضوع ليس عملية بحثية نكتب مقالة معينة أو بحث ومن ثم إذا ما أجاز امتياز ننطي وزارة، مو هذا الموضوع. بمعنى لو تسمحي لي، بمعنى ما تمتلك من أفكار يجب أن تكون منسجمة أو مطبقة على الواقع الحراكي الاجتماعي العراقي. وبالتالي أنا أعتقد من يخرج من هذه البيئة العراقية بحاراتها بشوارعها بمدنها، أعتقد ربما يمتاز بالنجاح أكثر من غيره. طيب اليوم الوضع العام الذي يمر به العراق، وضع اقتصادي، وضع صحي، وضع حتى موضوع يعني بالأساس موضوع التظاهرات وغير ذلك، نعم. هل يحتمل اليوم المواطن العراقي مزاجات الكتل السياسية؟ يعني لا أكون نقطة فارقة، ربما هي نقمة أم نعمة لا أستطيع إلا بعدها، هو جائحة كورونا. يعني جائحة كورونا والحظر، وربما الناس خلت أولويات أنه الحياة قبل الموت، وبالتالي أصبح العزف عن كثير من الأمور، لكن من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال ربما الأخبار الصحف نستطيع أنه طبعا نصل إلى نقطة. أنا أعتقد طبعا أولا النقطة المهمة، أعتقد من المبكر جدا أن يكون الحكم على أداء الحكومة، لأن الحكومة لحد اليوم هي أساسا كابينتها غير كاملة، لكن هناك ربما خطوات، أنا أعتقد هذه نقطة مهمة ورسائل مهمة تعطي إلى الأمن الاجتماعي الاقتصادي العراقي. يعني اليوم المجتمع العراقي يحاول أن يحصل على رسائل اطمئنان، اطمئنان لقوته، لأجوره، لطعامه، لا يشعر أنه المستقبل ربما سيكون أداة ضاغطة عليه وعلى العائلة وعلى تفكيك الأسرة. وبالتالي على الحكومة أن تعطي رسائل اطمئنان من خلال الزيادة أنه بالتثقيف الإعلامي، رسائل اطمئنان المجتمع العراقي أنه نعم العراق يواجه أزمة، لكن واجب الدولة وقيادات الدولة أنه لا تشعر المواطن بالخطورة بقدر ما ترسم مشاريع أنه تنتشر الواقع الاجتماعي نحو مستقبل أفضل. هذه رسالة مهمة. طيب إذا كنت معنا من داخل الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ طالب محمد كريم، شكرا جزيلا لك. شكرا. في ملف كورونا، سجلت وزارة الصحة 672 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي أن عدد الوفيات خلال الساعات 24 الماضية بلغ 15 حالة، فيما تماثل 233 مصابا للشفاء في يوم واحد. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 672 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: في بغداد الرصافة 233، وفي بغداد الكرخ 60 إصابة، وفي بغداد مدينة الطب 70 إصابة، وفي النجف الأشرف 18 إصابة، وفي البصرة 28، وفي السليمانية 57، وفي أربيل 4 إصابات، وفي كربلاء المقدسة 50 إصابة، وفي واسط 31، وفي كركوك 11 إصابة، وفي ديالى 10 إصابات، وفي بابل 18 إصابة، وفي ميسان 42، وفي الديوانية 6 إصابات، وفي ذي قار 12 إصابة، وفي المثنى 19 إصابة، وفي الأنبار إصابة واحدة، وفي صلاح الدين إصابتان.
إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش بهدف ضبط مخالفي الاستثناءات التي أعلنت عنها خلية الأزمة. هذه الإجراءات تأتي في سياق اتباع أساليب للتوعية وفرض غرامات مالية والتأكيد على المحاسبة قانونيا، لكون الأيام الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات. مرحبا. إجراءات مشددة ضمن حظر التجوال في نقاط التفتيش. وفي هذا الإطار قام فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع مديريتي المرور العامة وشؤون السيطرات لتنفيذ آليات الحظر وضبط المخالفين الذين يستغلون الاستثناءات. هنالك الكثير من المخالفات نشاهدها يوميا، خصوصا مسألة استغلال الاستثناءات. نؤكد على عدم استغلال الاستثناء من أخوتنا المستثنين، سواء كانوا في سلك الصحة أو الإعلام أو وزارات الكهرباء أو وزارات المستثنات الأخرى. الخرق يكون من خلال هؤلاء. تطبيق قرارات خلية الأزمة أصبح مؤاتيا في هذه الظروف، إضافة إلى اتباع أساليب توعوية ومن ثم إجراءات رادعة كفرض الغرامات والتأكيد على المحاسبة القانونية للحيلولة دون انتشار جائحة كورونا. توعية المواطن أو توعية صاحب المركب قبل فرض الغرامة، احنا لابد أن تكون توعية، فهذا جانب التوعوي أخذنا فترة من الزمن، وأيضا في وسائل الإعلام حتى في وسائل التواصل الاجتماعي بتوعية المواطن ضرورة الالتزام بكافة مقررات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضا خلية الأزمة. خروقات يتسبب بها البعض، حتى شهد العديد من المواطنين وهم يستغلون مركباتهم الخاصة لأغراض أخرى. رغم فرض الإرشادات الوقائية والتوعوية، ما يزال المواطن لم يأبه لهذه الإرشادات للحد من جائحة كورونا، فمنهم من يستغل هذه الاستثناءات لمصالح شخصية. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. ناقش هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو المختص بالأمراض التنفسية والصدرية الدكتور عدي الهاشمي. مساء الخير دكتور عدي. ما نتحدث عن موضوعات ارتفاع أو انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وحتى الشفاء، لكن لا، سنمر على الشفاء، موضوع كلش مهم، لكن نتحدث عن النماذج المفحوصة وتسجيل أعداد الإصابات. هذه تخضع لفحوصات معينة، عندنا ثلاث مراحل: دم، مسحة، ومفراس. نعم. على أي مرحلة تظهر عندنا هذه الإصابات؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية إلى مشاهدي قناة العراقية الإخبارية. الحقيقة الاعتماد، احنا كأطباء يعني يجي المريض عنده هذا بالمستشفى، يجي عنده أعراض معينة، هذه الأعراض تنعرض على طبيب الأمراض التنفسية أو الطوارئ الموجودين، الأطباء المقيمين الأقدمين والأخصائي الموجود هناك. فأكو فلتر احنا نسميه، يعني الخط الأول اللي هم مختصين بهذا الموضوع، إذا شافوا الأعراض مالته تمشي ويا الكوفيد 19 يعني كورونا، فبهالحالة راح يسوي له الخطوة الأولى هي أشعة الصدر ومفراس. طيب. راح هاي تتجمع الداتا كاملة، إذا يعني مشت ويا إنه هذا كورونا أو إلى آخره من الأمور، ممكن هذا يحول إلى الفحص اللي هو فحص المسحة. يقال إنه الدكتور عدي يقال إنه المفراس آخر مرحلة الذين يعانون من ضيق تنفس. لا، ما أنا جاي أقول لك هاي يعني المرحلة إذا أجي عنده أعراض. طيب. هذا عنده أعراض جاي يختنق. أي عارض معين؟ لا، أعراض محددة. أعراض محددة. عنده شورتنس أوف بريث يعني اختناق عنده. طيب. هذا جاي طوارئ. هاي هذه جزء. الجزء الثاني لا، عندما أنت شوف أكو ناس ملامسين أو ناس عندهم اشتباه، يعني يقول لك أنا شاكب نفسي، عندي حمى، عندي كذا إلى آخره من الأمور، إلى هذه عندنا أنواع من الفحوصات. أكو الفحوصات اللي هي المسحية اللي سوتها دوائر الصحة، دوائر صحة الرصافة والكرخ ومحافظات، اللي هي الرابيد تيست أو السريع اللي يعتمد عليه من على الإميونيتي، يعني الإميونيتي على مناعة الجسم. هذا فحص أولي. الحساسية مال هذا الجهاز هي تقريبا 60 إلى يعني طيب. من 50 إلى 60%. إذا طلع بوزيتيف يتحول إلى المسحة.
فالمفراس مثل ما قلنا يعني كل وحدة لها اتجاه معين. المفراس إذا كانت أكو أعراض ضيق نفس وأعراض تنفسية صار، لكن أكو طيب. أكو مرضى ما عندهم هاي الأعراض التنفسية طيب. يعني يجي بس حمى أو شيء، هذا ما تودي رأس المفراس أو شيء، هذا تعتمد عليه من على قرار الطبيب المختص بذيك اللحظة طيب. بس الفحص المسح لا، يعتمد على الأعراض الموجودة اللي هي تمشي ويا من ويا كوفيد 19 أو كورونا. طيب دكتور، يعني اليوم الحديث يدور عن المحافظات، يعني هنالك إصابات كثيرة في المحافظات، لو نقارنها بعدد الشفاء هي جدا قليلة، يعني ما هي الأسباب اليوم؟ لا الحقيقة احنا يعني من نشوف يعني الأعداد بصورة عامة هي اكو زيادة عددية، زيادة بالإصابات مقارنة بالشفاء قليلة. الشفاء مو تعتمد هي على يعني مو تعتمد على بس على العلاج وكذا، تعتمد على مناعة الإنسان الموجود وعلى الأمراض المصاحبة لهذا المرض. يعني انت تعرف مثلا تعتمد ايضا على موضوع الفحص، يعني ترجع الى بغداد وغير ذلك. مو بغداد وسرعة، لا انت تعرف ان المشتبه به يعني اذا كان عنده اعراض سريريه ولازم يدخل المستشفى. يعني عنده اعراض ضيق نفس، عنده حمى، عنده اشياء اخرى، هذا يدخل المستشفى ويبقى تحت العنايه. إيه ليش ده يصير عندنا دكتور بغداد؟ يعني صدق اكو ارتفاع بالاعداد مقابل اكو يعني ارتفاع بحالات الشفاء. مثلا خلي انتخب لك محافظتين، سليمانيه اليوم سجلت 57 اصابه مقابل حاله الشفاء واحده، العمارة عندك سجلها 36 مقابل حالتين شفاء. ليش بهالمحافظات يعني اكو انخفاض واضح؟ عاشت ايدك، هذا تعتمد عليه من على المراكز او المستشفيات الموجوده هناك. هنا عندنا مثلا احنا عندنا مراكز بغداد مثلا في دائره صحه الكرخ او الرصافه او مدينه الطب، يعني مركز الشفاء اللي انا مثلا اداوم به، هذا متوفر به كل الامكانات الموجوده، متوفر به المفراس، متوفر به الفحوصات التحاليل اللي هي يعني الادفانتج يعني واصله يعني ادفانس عفوا يعني واصله الى مراحل، اي شيء نريده موجود كفحوصات طيب. يعني ما أقول لك إلى مستوى الرقي بس جيدة، يعني وصلنا إلى حتى غسل كلى، يعني من يحتاج مريض غسل كلى موجود عندنا، افتتحت مركز اليوم السيد الوزير افتتحه. فهاي تختلف عن أنه محافظة مثلا ما موجودة هاي الأشياء أو بعيدة عنها، يعني مثلا تلقى المركز مال العزل بمكان. الحديث عن فارق الإمكانات، فارق الإمكانات. أنا أشكرك جدا، ووجود الأطباء الأخصائيين يعني موجودين في معظم المحافظات، بس طيب. هي اليد الوحدة لا تصفق، لازم أكو إمكانات. واضح، شكرا جزيلا مختص بالأمراض التنفسية والصدرية دكتور عدي الهاشم. شكرا جزيلا. الأمنيات قتل 19 إرهابيا من داعش بقصف لطائرات التحالف الدولي بجبال قرتشوخ جنوبي قضاء مخمور بمحافظة نينوى. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول أكد أن القصف جاء بناء على معلومات من جهاز مكافحة الإرهاب وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وأسفر أيضا عن تدمير 46 كهفة. وألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من عصابات داعش في قضاء الفلوجة، في حين شرعت قوة من الجهاز بواجب في وادي حوران التابع لمحافظة الأنبار أسفر عن تدمير 3 مقرات تابعة لعصابات داعش. ضمن عملية أبطال العراق نصر السيادة، أكملت القوات الأمنية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في مناطق جنوبية غربية كركوك التي أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير مضافاتهم. عشرات المضافات والعبوات الناسفة وقتل إرهابيين وتحرير مختطفين، إضافة إلى تدمير وتفجير عدد كبير من الأنفاق والعجلات والدور المفخخة، كانت هذه حصيلة عملية أبطال العراق نصر السيادة المرحلة الثانية، والتي شملت مناطق جنوب غرب كركوك واستمرت 3 أيام. هذه العملية من أنجح العمليات اللي نفذت من حيث التنفيذ وأيضا من حيث أهمية المنطقة. نعتقد أنه اليوم ستكمل القطاعات عملياتها ونتم إعادة الانتشار، نضمن مسك هذه المنطقة حتى لا تكون مستقبلا ملاذ آمن للإرهابيين.
حتى نتحول إن شاء الله إلى مرحلة ثالثة بإحدى المناطق اللي نشعر بها شكل خطر على أمن العراق. والأبرز أيضا في هذه العملية هو الكل تتجه إلى مسك الأرض بعد تفتيشها، وبدأنا حقيقة منذ هذا اليوم بمسك ما تحرر أو ما طهر من هذه الأرض من قبل قواتنا، من قبل القطاعات الماسكة للمقر المتقدم في محافظة كركوك. التنسيق الكبير بين قيادات العمليات المشتركة كان أحد أسباب نجاح العملية العسكرية، والتي نفذت من 4 محاور وبمشاركة القوات البرية للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع والحشد الشعبي. قطعتنا ماسكة خط الصد ونظفنا كل جبل حمرين من علاس وباتجاه جسر الزرقاء. العملية حقيقة كانت جيدة جدا، تم تنظيف هاي المناطق اللي كانت تتهدد آبار علاس اللي ماسكها فوج حماية صلاح الدين. المنطقة تأمنت، تم تدمير نظافات العدو كلها باتجاه سواء في جبل حمرين أو بالمناطق مثلث الزرقاء. هذا المثلث كلش مهم، يربط بين وادي زغيتون ووادي الشاي ووادي الخاصة. أيضا تم تدمير عجلات مفخخة، أيضا تدمير دراجات مفخخة العدو كان يستخدمها للتنقل ضمن هذه المنطقة، لكون هذه المنطقة هي منطقة وعرة جغرافيا. إسناد الجو من قبل القوة الجوية العراقية وطيران الجيش طيلة فترة العمليات كان له دورا بارزا في العمليات العسكرية. اليوم تم تفتيشها بالكامل وبدون يعني نسيان أي شبر، أقدر أقول لك يا في خلال هذه العملية الطيران الجيش قدم كافة الإسناد الناري والاستطلاع المسلح. عملية أبطال العراق نصر السيادة بمرحلتها الثانية والتي نفذت في مناطق جنوب غرب كركوك حققت أهدافها بالكامل، وبحسب القادة فإن هذه العملية تعتبر من أنجح العمليات العسكرية في المنطقة لما حققته من نتائج. من قرية غيدة جنوب غرب كركوك، رودي أنوار، العراقية الإخبارية. عائلة أبو حسين تعاني الفقر والمرض وتعيش في منطقة نائية في محافظة الديوانية، فعلى الرغم من أنها قدمت أحد أبنائها فداء للوطن في معارك التحرير لأنها ما تزال قابعة في العوز. كاميرا العراقية الإخبارية كانت حاضرة ونقلت معاناتهم. في بيت انسياجه من الإطارات القديمة محاط بالنفايات والمياه الآسنة من عدة جهات، وفي داخل غرفة متروكة ومتهالكة تعيش عائلة أبو حسين وهي تعاني ضنك الحياة والفقر الكبير. هذا بالنسبة لعلي أبو كامل مريض، عنده سكر وعنده جلطة وعنده تليف بالرئتين، عنده هسه ورمة بالدماغ. هذا هو قاعد هنا، صار من سقوط النظام البائد لهسه هو قاعد هنا بهذا المكان. هاي قاعات مبنية مال الجيش استغلهن وقعد بهن، كل شيء ما عنده، كبر ولاده هنا. رب العائلة وهو أب لأحد شهداء الحشد الشعبي المقدس اجتمع في جسده المرض الشديد وعلاجه الذي يحتاج الكثير من المال، والفقر الذي لا يرحم عذابه أحد. راتبه يعطونا 1,000,000 زوجته، أنا يعطوني 200 شاكلة. إيه. وعلاجك يدك اللي في الشاكلة. أني أزيد أنا راح مساعدتي. يعني أنت عايز على الناس الخيرة. إيه. ما عندك أي مطلع؟ ما عندي. ما عندي. الله وزوجتي. أي أخو شهيد. أي والثاني من استشهد أخوي حسين اليوم، من استشهد أخوي الثاني صارت به حالة نفسية كل ما قدام استشهد. اي من شاف اخوك في المعركه اي صارت في حاله نفسيه. معاناته ابو حسين تمثل صوره واحده من صور الفقر والحرمان والاهمال الذي تعيشه المئات من العوائل في الديوانيه التي زادت بؤسا وفقرا في ظل اجواء جائحه كورونا. من الديوانيه فرحان مراد لقناه العراقيه الاخباريه. الى العناوين. مجلس النواب يتسلم أسماء مرشحي الوزارات 7 الشاغرة بحكومة الكاظمي، والسبت المقبل موعد التصويت على تمريرها. صحيح.
صالح يشدد على إجراء إصلاحات مالية دون التأثير على محدود الدخل ودعواته للاعتماد على الموارد الداخلية في دعم الموازنة. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 672 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 15 وفاة وأكثر من 670 إصابة جديدة بكورونا، واستمرار خرق الإجراءات الوقائية بالعديد من مناطق العاصمة. عملية عسكرية نوعية، قتل 19 عنصرا من داعش الإرهابي في قضاء مخمور والقبض على إرهابيين اثنين في قضاء الفلوجة. ودائما شكرا لكم لكرم المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.